مرحبا الإخوان، السلام عليكم. كنتمنى لكم تكونوا في صحة جيدة وأموركم بخير. تحياتي لكم جميعا وتوحشكم بزاف الخوت. اليوم الخوت غنوريكم واحد الفيديو زوين، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، ونتمنىكم تساندونا فيه بالتعليقات وبسميتو بلي جيم، وكنتمنى ينال إعجابكم ودعمونا إن شاء الله نوصل للألف إلا كنا كنستحقو بإذن الله. الخوت اليوم الفيديو هذا زوين بزاف وزوين يعني، وكنتمنى تقولوا لي الطريقة ديال المونتاج ديالو واش تحسنات شوية ولا مازال. المهم الخوت، كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وتحياتي لكم جميعا الأصدقاء الأوفياء، أحبكم في الله. أخوكم علي المسعودي يحييكم، ودائما أنا معكم. المهم أي واحد يخلي لي تعليق، وأي واحد مهم كيف ما كان يخلي لي التعليق ديالو، غادي ندخل عنده إن شاء الله بإذن. بحال كتشرب الماء ديال سيدي عليا باهية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، فين يبانش يا سيدي عليا ولا باهية ولا زعتر، كيبيعوا لك رغمة ديال الماء. وحسن وكل شيء ديال الله حيد. ما بارد ابا امان يبردن، كل شيء ديال الله، كل شيء ديال الله. بسم الله. خبروا هذا الدوار من إحدى النواوير التي تجوب العالم بأسلحته. جميل جدا. الله يود يا خويا، الله يود يا خويا الهندية. اش بيدي عندنا؟ هرب هرب. تعجوجت تعجوجت. هذا الدوار المتواجد بإيمين تانوت يسمى تعجوجت. دوار يقتات على النباتات، يأكل الأعشاب ويتغدى على لحوم الحيوانات المفترسة. لقد لدغتني يا جيمس، انتبه يا جيمس، إنها حية، إنها مرأة، لقد غمزتني، إنها تنادي علي. ربما إنه قرش عملاق يا صديقي، لا تثق بها. قتلناه. قد تبزغلك. لا ليس إلى هذا الحد، ربما هذا ما يفعله ساكنة دوما، إنهم يقتاتون على الأعشاب. يا صديقي إنه يأكل السمك. إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح.